خطأ. الحقيقة أنتوا أخوات يا جود بيك، يعني وبشكل أصح أنتوا أخوة توأم. تفرج، يلي على اليمين حضرتك والثانية أختك، هي أختك أمينة. حضرتك متأكد؟ من وقت ما التقيتوا اثنيناتكم قدام باب الميتم برا، وهدول الخواتم موجودين برقبتكم. طيب تعرف أي شيء تاني غيره؟ بالنسبة لإلك إجت عيلة وتبنتك، وبعدين هاجروا على ألمانيا، مزبوط حكي ما هيك؟ أي صح. وبالنسبة لأختي؟ بالنسبة لأختك، لما كان عمرها 7 سنين تعرضت لحادث سير قوي قدام باب الميتم، ونتيجة هذا الحادث صار معها ارتجاج شوي. ارتجاج؟ كنا عم نعاني معها كتير بهديك الفترة، وكان في رجال عم يتردد على هالميتم، هو اللي أخدها وتبناها بهداك الوقت. وهذا الرجال كان يشتغل هون؟ صح، كان عم يشتغل هون، كان ناطور الميتم، والهيئة إنه ما ترك هالبنت لحالها، لأنه ما كان حدا ممكن يرضى أنه يتبنى طفلة بهالحالة طبعا. طيب وفيني أخذ عنوانه لهذا الرجال؟ إيه طبعا، رح أكتب لك إياه على ورقة، بس دقيقة. انت مين بدك يا ابني؟ أمينة والعم حقي ساكنين هون ما هيك؟ ساكنين هون بس هلأ مانن هون. وينهم؟ أكيد اليوم بكونوا نزلوا على السوق منشان يمدوا البسطة تبعهم. وين هذا السوق؟ لما تطلع على هالدرج روح على اليسار ومشيلك شوي بتشوفهم قاعدين. شكرا لكم. الله معك. عنا برد، عنا كعك، لمس بالشاي وكل قد ما بدك، تازة يا ناس على التازة. عنا برك، عنا كعك. صحتين يعود عليكي. الله يعود عليكي اختي. بقديش هدول؟ شو محشيين؟ محشيين جبنة وبطاطا، كلهم ب10 ليرات. يلي عندي كتير طيبين وبراعيك وبعطيك ياهن ب8 ليرات. يا خالتي شو عملتي انتي؟ اسكت ولا بقى تحكي. يلا اعطيني. الله يعود عليك استاذ. عم يجوا لعندي وتاخديهن؟ ليش هيك عم تسرقي لي زبايني مني على طول؟ اسكت بلا حكي. يلي بيجي وبيشتري منك زبونه، واللي بياخذ مني هو زبوني. بس مو هذا يلي عم يصير. اسكت لشوف بقى. ما بصير ترفع صوتك على الكبار. قديش حقهم بالله؟ حقهم كلهم؟ بكفوا مو؟ طول بالك، شو اللي عم تعمله انت؟ حدا بيدفع كل هالمصاري كرمال هالقطعتين؟ طيب اسألني، انا بعطيك كل البسطة تبعي وبنص اللي دفعته كمان. شلون امك، منيحة؟ ضلت فايقة للصبح مشان تجهز لي البسطة. وينك؟ قرب لعندي، تعا تعا تعا. شايف كل هدول اللي عندي؟ بعطيك ياهم ب50 ليرة ومع المخللات. عطول هيك بتعملي ما؟ لا، هالمرة عملتهم بالتوم وفي حمص جواتهم كمان. عطول بتسرقي زباينه لهاد الصبي ما هيك؟ يا محتالة. اسمعي، قولي انك عم تعملي هيك لحتى اشتري كل اللي معك. اي صح، عم اسرقه للصبي، اذا ما كنت مفتح بهالسوق ما بتقدر تشتغل بقرش.
شو بعمل؟ هو كمان بيحاول يكون حربوق ولا أنا غلطانة؟ أنت هيك برأيك؟ بدك يا يصير محتال مثلك؟ ابعد عني. لك شو عم تعمل أنت جنات؟ اصحك تحاولي تسرقي له زباينه للصبي. بدي اقول لك انه يلي عملته بهالمره ما كان كتير حلو، هي كمان فقيره وبتكون زعلت، لازم تجي لعندها مره تانيه وتعتذر منها. لا شو ما كان السبب يكون انت ما لازم تعامل الناس بهالطريقه، انت من المافيا مو هيك؟ اي صح انا من المافيا، لكان شلون بدي انزل بهداك الاوتيل؟ انتي ليش بتحوسي كتير؟ وين في وجع؟ خلص روق بس بعد لي شوي. بعد هيك تركني. لا تخافي ما رح أأذيكي، لا تخافي. ايه يا معلمنا تعبت اليوم مو؟ لا تقلي معلمنا، قلي اسم تناديلي فيه. انت شو كان اسمك؟ نسيته. نور. نور بس مو مبين عليك انك نور بالمرة. مين اللي سماك؟ جدي. وانت بالمدرسة؟ لا ما بروح على المدرسة بس انا بعرف اقرأ، يعني حتى بعرف جدول الضرب كلياته اذا بدك. برافو عن جد انك ولد شاطر. طيب وينو ابوك؟ انا ما عندي اب. جدي جدي انت كنت تقول انه ما بيجي بحياته ما؟ هاي ليكو خاله اجا لعنا، تتذكر لما حكيت لك انه هو نازل باوتيل كتير حلو؟ اجا من المانيا. أهلين سهلين يا ابني. أهلين فيك جدي. يلا أنا ماشي. ضل معنا على الغداء لأشرب أنا وياك كأس، بنقعد وبنتساير شوي مع بعضنا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.